a lot of video. Salam, na lega na ilha. É menino muito desse lado da casa. بركه في الايه خلاص اخذنا على الصوت معلش الوحيد اللي هو السورس اللي هو الفولت السورس. طيب ده بيطلع كهرباء
And is this not? How do you know that we are so cap? So one of the ones no, we are equal like all. Now we are equal R for R. Then voltage drop across the resistor. Same story. Now it's at the battery, my inductor. Inductor, coil, and battery. دي بتاعي ودي الريزيستنس وده كويل. انا دلوقتي الشغل بتاع النهارده كله سيركت. الشغل بتاع النهارده كله سيركت. ازاي اتعامل مع الكويل از سيركت اليمنت؟ هو عباره عن هو كونسيوم باور، يعني بيستهلك باور. او انا هتعامل معاه النهارده از باسيف اليمنت. هتعامل معاه از باسيف اليمنت، يعني حاجه بتكونسيوم مش حاجه بتليفر. هو ما بيديش باور، هو بيكونسيوم باور. طيب الكارز اللي بيخلي في الوصل الفول كارز بيعدي دايما في سيريز بيمشي جزء منه في الريزستنس وجزء منه في الكويل. يبقى في فولتج دروب اكروس الريزستور وفي فولتج دروب اكروس الاندكتور. في فولت البطاريه ده بيروح فين؟ في جزء بيروح على الريزستور وفي جزء بيروح على الكويل. الجزء اللي بيروح على الريزستور كان هاي قلنا لو، لان لازم الكرنت يمشي من الهاي للو، ده اسمه في ار. في ار اللي هو فولتج دروب اكروس الريزستور. وبرضه بالظبط برضه بالنسبه للاندكتور از باسيف اليمنت برضه الكرنت بيمشي من الهاي للو. انا مش جايب سيره انديوست كرنت. محدش يقول لي ما هو الاشاره كان هنا بتعامل مع الاندكتور از سيركت اليمنت او از باسيف اليمنت. باسيف اليمنت يعني بتكونسيوم الباور. يبقى الكارنت ماشي برضه من الهاي للو، اعرف حاجه اسمها في ال اللي هو الفولتج دروب اكروس الاندكتور. الفولتج دروب اكروس الاندكتور. في ال ده بيساوي ايه؟ في ار باي في ار، اومز لو. طب الفولت اكروس الاندكتور بيساوي ايه؟ في ال بيساوي ار ال في ار باي دي تي. خدنا القانون ده قبل كده؟ اللي هو كان قانون مين؟ الاي ام اف. الاي ام اف كان بيساوي ماينس ال دي اي باي دي. دول الماينس دي راح فين؟ الماينس دي اللي حطها لينز، دي بتاعت الاشاره اللي حطها بسبب اتجاه او الدايركشن بتاعت الانديوست كارنت. انا هنا بتعامل مع الكوين از الباسيف اليمنت، يعني حاجه بتكونسيوم الباور. يعني ما عنديش دلوقتي انديوست كارنت زيه زي الايه؟ الريزستنس. عشان كده باخد الماجنتيود. هو حاجه بتكونسيوم الباور. يبقى الفولت عليه هو ال دي اي باي دي. ده الفولتج دروب اكروس الكويل وده الفولتج دروب اكروس الريزستور. انا عايز اعمل ايه؟ اجين لازم جايه متاخره، النهارده النهارده مش سهله. بجد والله لو انتوا ساكتين هتفهموا صح. النهارده كل المحاضره كلها بيزد على لو انا حاطط اندكتور في سيركت، ما هو تاثير الاندكتور في السيركت؟ الاندكتور ده بيعمل ايه في السيركت؟ والسؤال الثاني لو احنا فهمنا السؤال الاولاني او عرفنا نجاوب على السؤال الاولاني هنعرف نجاوب على السؤال الثاني. ايه الابلكيشنز انا بستخدم او امتى بحط الاندكتور في السيركت او ايه استخدامات الاندكتور في السيركت؟ لو انت بتعمل ديزاين، تعمل ديزاين للسيركت، امتى افكر ان انا استخدم اندكتور؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه النهارده. طيب لو انت عندك دايره سيمبل بالشكل ده وحاطط هنا في سويتش، حطيت سويتش وحطيت اميتر، حطيت اميتر دايره سهله جدا، سويتش اميتر ريزيستور باتري. اول ما اقفل السويتش ايه اللي يحصل؟ الاميتر هيقرا. اول ما اقفل السويتش ايه اللي يحصل؟ الاميتر هيقرا. يمشي كارنت. لو انا قلت لك ارسم لي الريليشن بين الكارنت وبين التايم، ده محور التايم وده محور الكارنت. ناحية الشمال طبعا مفيش عندي حاجة اسمها تايم بالنيجاتيف. سمعنا عن تايم بالنيجاتيف؟ فنقول هنا بيفور كلوزنج ذا سويتش ولا افتر كلوزنج ذا سويتش. قبل ما اقفل السويتش الكارنت بكام؟ زيرو. طبيعي هو دلوقتي هو السويتش مفتوح. والسويتش مفتوح، الكارنت بكام؟ زيرو. بزيرو، الميتر بيها كام؟ زيرو، المنطقة دي كلها الكارنت بكام؟ بزيرو. أول ما اقفل السويتش الاميتر هيقرا كام؟ اعلى قيمه. ايه على الاخر؟ هيحصل سادن تشينج، هيحصل سادن تشينج من زيرو الى اي اوفر ار. ده اسمه سادن تشينج، تغير من
مش شايفينه. ما سايبين نستخدمه خلاص. حصل صادم تشينج، الكلر اتغير من قبل ما اقفل السويتش كان بكام؟ بزيرو. بعد ما قفلت السويتش نفس الهدوبك خالص اللي قفلت السويتش، اللي حصل الكلر اتغير من زيرو الى افترض مثلا 5 امبير، يبقى اتغير من زيرو الى 5 امبير. يبقى هل ممكن اقول ان ار قيمه الكرنت ار عند زيرو نيجاتيف ايكوال الكرنت ار عند زيرو بوزيتيف؟ عمرنا ما سمعنا عن حاجه اسمها زيرو نيجاتيف وزيرو بوزيتيف. زيرو نيجاتيف اللحظه اللي قبل قفل السويتش، جاست بيفور كلوزنج ذا سويتش. وزيرو بوزيتيف اللحظه بعد ما قفلت السويتش، جاست افتر كلوزنج ذا سويتش. اول ما هل ده بيصدق؟ بيفور كلوزنج ذا سويتش الكرنت از ايكوال تو زيرو، اند افتر كلوزنج ذا سويتش الكرنت بي فاليو اي اوفر ار. فالاثنين اللي هيساووا بعض. لو انا حطيت كوين في السيركت ايه اللي يحصل؟ ده اللي احنا عايزين ندرسه النهارده. نفس الدايره السيمبل دي لو انا حطيت فيها كوين ايه اللي يحصل؟ تعال نجاوب على السؤال ده دلوقتي. دي اللي بنسميها اطار السيركت. يعني دايره فيها ريزيستور وفيها اندكتور وبالطبع فيها باتري. We have two different cases. The first one is لما يبقى فيها باتري، دي بنسميها جروث كيس. جروث كيس، كيس لما يبقى في عندي باتري مع ريزيستور مع اندكتور. The second case لو انت شلت الباتري طبيعي جدا مفيش بطاريه، يعني كارت بكام؟ بزيرو. لو انت شلت الباتري ايه اللي يحصل؟ ده اللي احنا عايزين نجاوب عليه النهارده. دي اللي بنسميها ديكي. يبقى احنا عندنا حالتين، جروث يعني نمو، يعني حاجه بتزيد، وديكي يعني حاجه بتقل. السيركت جنرال سيركت بالشكل ده. ده كويل، ده ريزيستور، ده سويتش، ده بوزيشن A، ده بوزيشن B، ودي الباتري. لو انت حاطط السويتش سويتش اس ات بوزيشن اي، لو انا حاطط سويتش ات بوزيشن اي يبقى انا موصل الباتري مع الريزستور مع الاندكتور الثلاثه مع بعض منهم سيريز. دي بنسميها جروث ولا ديكي؟ جروث، لان الكلام مش عايز يزيد مع التايم فاسمها جروث. طيب لو انت حطيت السويتش عند السويتش بي يبقى انت كده فصلت مين؟ فصلت الباتري، فدي هنسميها ديكي. احنا دلوقتي عايزين ندرس التو كيسز ان ديتيلز، صح لحظة الجروث ولحظة الديكي. نبدأ أول حاجة الجروث كيس. دايرة كهربية. نمبر إيه؟ لحظة الجروث يعني أنا حاطط السويتش at position A. حاطط السويتش at position A يعني أنا وصل للريزستور مع الاندكتور مع الباتري الثلاثة سيريز. ماشي انا هشرب دايرة تانية، يعني كان لو كان سويتش وقفلته يعني. بصوا معايا. أنا دلوقتي عايز أجاوب، أنا من شوية للأسف مسحتها، لما أنا كنت حاطط ريزيستور مع باتري. أول ما قفلت السويتش، قبل ما أقفل السويتش كان الكارت بكام؟ بزيرو. واول ما قفلت السويتش حصل صادر تشينج ان الكارت اتغير من زيرو الى اي اوفر ار. دلوقتي انا حاطط كوين، اول ما اقفل السويتش هل هيحصل صادر تشينج ولا لا؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه دلوقتي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هندرس الكلام ده ان ديتيلز بالماثيماتيكال جروب، الحاجه اللي انتوا ما بتحبوهاش بعد كده نشرحه بقى نفهم الحاجه اللي انتوا ما بتحبوهاش وانا برضه ما بحبهاش، بس لازم اقولها. لو تسمعت الرياضي عايزين نوصل لعلاقه للكرنت از فانكشن اوف التايم. عايز اجيب انا هدفي كله ده لازم اجمعه قبل ما اعمل حاجه يبقى ليه هدف. انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل للريليشن الكرنت ريليشن الدايره. الكرنت انا عايز ارسم اي مع التايم، عايز ارسم اي فانكشن في التايم ده هدفي. عايز ارسم
رسم العلاقة بين الكرنت وبين التايم. في حالة الريزيستور لما كان مفيش كوين كانت العلاقة اندبندنت. وانس دخلت السورس كرنت فاليو كونستنت، وقبل ما ادخل السورس كرنت كام؟ بزيرو. وجود الدكتور في الدايرة بيعمل ايه؟ وجود الكوين في الدايرة بيعمل ايه؟ بص معايا. الاسبانسة اللي جبت لها طبق كيرشوف، بص على السنتيك كيرشوف، الموضوع اسهل من كده. فين الاكتف اليمنت؟ البطارية. فوت البطارية هيروح فين؟ هيضيع فين؟ جزء منه هيروح على الريزيستور اللي بنسميه في ار، وجزء بيضيع على الكوين وين فين؟ يبقى ممكن اخد المعادلة ال 99.9 منكم يفهمها طبعا، ان فوت البطارية بيتجزأ جزء بيروح على الريزيستور وجزء بيروح على الكوين. المعادلة اللي فيها مشكلة؟ يعني مثلا ده لو 12 فولتج يبقى ده لو ده مثلا 8 فولتج يبقى لازم ده يكون كام؟ 4 فولتج. صح ولا لا؟ يبقى فولت البطارية بيتجزأ، انا بتعامل مع الاندكتور اس كباسيف اليمنت زي الريزيستور، حاجة بتكونسيوم الباور، حاجة بتستهلك الباور، حاجة بتسحب فولت بتسحب باور. وبالتالي فولت البطارية جزء هيضيع على الريزيستور وجزء هيروح على الكويل. طيب يبقى تي ام اف اي بيساوي في ار اللي هو اي في ار بلس الفولت بتاع الكويل تمام شويه ام دي ار باي دي. انا هدفي ان انا افصل حاجه اسمها، طبعا انا هاخده في الماس حاجه ادفانسد قوي، عايز افصل الكارنت عن التايم عشان اعرف اعمل انتجريشن في حاجه اسمها سيبريشن اوف فاريبلز او فصل القوات. افصل الكارنت عن التايم، افصل الكارنت عن التايم ازاي؟ بص معايا، هجيب ده ناحيه دي وده ناحيه دي. ال دي اي بين الاثنين تروح ناحيه ثالث اشاره سالبه، يبقى نيجاتيف ال دي اي باي دي ايكوال ار ار ماينس الاي ام اف. المعادله دي فيها مشكله؟ دلوقتي انا ممكن اعمل فصل قوات ازاي؟ ان انا اخلي الكارنت في ناحيه واخلي التايم في ناحيه، اي حاجه فيها كارنت اخليها في الليفت هاند سايد، واي حاجه فيها تايم اخليها في الرايت هاند سايد. ازاي؟ انا عندي دي اي في الليفت هاند سايد وده في كارنت، ممكن اخد كل ده وينزل تحت في المقام. يبقى المعادله دي بتكتب ازاي؟ هيبقى دي اي اوفر اي ار ماينس دي ام اف، ده بيساوي الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ دي تي اوفر نيجاتيف ال، وال ال تروح الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ نيجاتيف 1 اوفر ال. ال ال ده كونستنت، خليه هنا تخليه هنا مش فارقه. ال ده ثابت لا يعتمد على الكارنت ولا على التايم، ده كونستنت. انا عملت كده ليه؟ انا دلوقتي اعرف اعمل انتجريشن، قبل كده ما كانش ينفع اقدر اعمل انتجريشن. ليه دلوقتي تقدر تعمل انتجريشن؟ لان الكارنت في الطرف والتايم في الطرف الثاني. هنعمل انتجريت بالسايز. طب لاحظ ان طلعت ال بره، بره علامه التكامل ليه؟ لان ال ده كونستنت، ما تنساش ان ال ده كونستنت. الليمتس بتاعتي حدود التكامل. عندي تايم انا عايز احسب الكرنت بعد ما قفلت السويتش. هفترض لحظه قفل السويتش عند تي ايكوال زيرو. انا قفلت السويتش عند تي ايكوال زيرو. اللحظه قبل ما تقفل السويتش بسنه صغيره كان قيمة الكاونت بكام؟ زيرو. يبقى عند تي ايكوال زيرو الكاونت بكام؟ بزيرو. خلي بالك الليمتس هنا وذ ريسبكت تو تايم، الليمتس هنا وذ ريسبكت تو كاونت. فعند تي ايكوال زيرو الكاونت بكام؟ بزيرو. وانا عايز اجيب معدل الكاونت افتر تايم تي. طب بعد مرور زمن تي، تي ده فاريبل، تي 5 ثواني 10 ثواني، يبقى عند اي لحظه تي الكاونت اي. اوكي ده الليمتس. طيب هنشوف بقى مستواكم في الماس، انا بتحبوا في الماس. الانتجريشن ده بكام؟ لين 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 المقام لما يبقى الدينومينيتور هو الديفرنشيشن بتاع سوري لما يبقى النومينيتور هو الديفرنشيشن بتاع الدينومينيتور يبقى الانتجريشن هو ايه؟ لين الدينومينيتور. بس هو حته الديفرنشيشن؟ لا اقسم على واحد على ار. المفروض اخد ار واقسم على ار، يعني بتاع 1 اوفر ار. تمام انا عايز ار برضه لان كان نيجاتيف 1 ده ايكوال فيزيكس بعد كده بنعوض بالاوفر ليميت ماينس انا بديها ماس.
minus, then still all hope a zero or minus e. Dobra, qual fini property starting over the back of that length? Length minus e, length is only minus length e. And when first of all, I'm going to the bottom. Division, division. Okay? Then it's minus r, minus r over 10 e. صح كده؟ كان في حاجة غلط في الرياضية، في حاجة غلط؟ طيب لين ماينس لين؟ لين لين حاجة عن حاجة لين A ماينس لين B هو لين A أوفر B. يبقى الكلام ده؟ لين؟ قوم عليا قدر. R ماينس E أوفر ماينس E إيكوال ماينس R أوفر L T. صح كده؟ طيب معكوس اللين اي معكوس اللين اي تعال شوف بس في معلومات كده نكتبها على جنب لين A ماينس لين B بتساوي لين A أوفر B ولين X بتساوي واي هي نفسها X E فور واي X بتساوي E فور واي E تو ذا باور خد إيه للطرفين كنت إيه للطرفين هتبقى I R over sorry هتبقى على طول كده minus E على minus E اللي هو مين؟ واحد minus I R على إيمن صح كده؟ minus E على minus E اللي هو واحد minus I R على أو سوري minus I R على E ده بيساوي exponential minus R over L T طيب طيب انا اساسا هنسيب بس انا عايز ايه؟ انا عايز الكاونت انا عايز الكاونت في طرف هل ده اللي خيالي وده اللي خيالي بس هكتب الاول اي يبقى ار اوفر اي بتساوي 1 ماينس اكسبونشال ماينس ار اوفر ال اي احلى حاجه هضرب الطرفين في مين؟ في على ار ده زي ما مسكر خلاص هيبقى الاي ايكوال اي اوفر ار 1 ماينس اكسبونشال ماينس ار اوفر ال دي ودي الايكويشن اللي انا عايز اوصلها دي الايكويشن اللي انا عايز اوصلها دي اي فانكشن في تايم مش هنقدر نتكلم ورا مش هنقدر نتكلم ورا الاستاذ هيتكلم ورا خلصت كلام على اسمه. هي دي الكويشن اللي انا عايز اوصلها. تعالوا بس نعمل لها سمبلفيكيشن او نبسطها شويه. تعالوا نسمي اي على ار تعالوا نسميه اي نوت. اسم. بدل ما كل شويه اي على ار هنسميه اي نوت. الترم اللي فات. يبقى ليت اي نوت ايكوال اي اوفر ار. ومجرد اسم يعني بس عشان كل شويه مش هكتب دي على ار سؤال ايه اللي على ار ايه اللي على ار وحدته ايه متر اوفر ار وحدته ايه متر يا ابني ده مش طول ده ايه ده ايه ايه اللي اوفر ار وحدته ايه طب الكوي اللي انت هو بمعنى اطلع اطلع اسمه كوي ال اوفر ار يونس ده ايه؟ انا هو فيها سنة؟ طب ايه اللي هو كل متر؟ انا هو طريقين يعمل ايه اللي ده مش طول؟ طبعا سنة ازاي طريقين؟ طريقة الاولانية قلت قبل كده الاكسبريشن والساين والكوساين والشاين والكوساين كل ده ملوش يونس ملوش يونس وبالتالي الاكسبريشن ده ملوش يونس اي اكسبوننشال ساين كوساين زد الحاجات دي كلها ملهاش يونتس وبالتالي ده ملهاش يونتس اذا كانت دي وحدته سكن يبقى ال اوفر ار ده سكن وحدته ايه؟ سكن نيجاتيف 1 او سوري ار ار على ال سكن ماينس 1 يبقى ال على ار سكن عشان ده يبقى مع ده دي الطريقه الاولانيه الطريقه الثانيه ارجع للمحاضره المره اللي فاتت اللي انتم بالطبع لسه ما ذاكرتوهاش لما جبت اليونتس بتاعت الهيدري حد يفتكر الهيدري كان عباره عن ايه؟ اول سكن ارجع تاني لما جبت الدايمنشنز
سكند. يبقى ال اوفر ار اليونتس بتاعته تايم، تعالى نسميه تاو. تاو هو كان اوفر ار، هو اليونتس اوف تايم. انا اعرف ايه التاو ده؟ لا اكتب اسئله، مش هنصعب الاسئله دلوقتي عشان ابقى مركز، بس اكتب اسئله وخلاص. لا هي كلها كده مظبوطه ان شاء الله. اللي عايز يوصلها خلال تايم صغير جدا اللي هو زيرو تايم، نط من
سؤال، لو انا هقول جمله كده قول لي صح ولا غلط. وجود الكوين في الدايره منع وصول الكره لاي اوفر ار، الجمله دي صح ولا غلط؟ صادلي غلط. هو منعه صادلي. الكره في الحالتين بص هيحصل لي كام؟ بس اي اوفر ار، يعني وجود الكوين ما غيرش في الماكسيمم كار، ما غيرش اقصى قيمه في الكار. ركز معايا الكلام ده، ركز معايا والله الكلام ده مهم جدا. انا عارف انا بقول ايه. وجود الكوين في الدايرة ما غيرش الماكسيمم كارب، ما غيرش اي نقطة، في الحالتين هيوصل إلى اي اوفر ار. أمال وجود الكوين في الدايرة عمل إيه؟ منع وصوله فجائي. منع هو كده في الحالتين هيوصل اي اوفر ار. أما لما بحط الكوين في الدايرة اللي بيحصل إيه؟ إنه هيوصل بس بعد تايم إيه؟ كبير. كده الحالتين هيوصل اي اوفر ار. وجود الكوين في الدايرة يمنع تغير الكرنت فجائي. وده بيستخدم في اي دايره بروتكشن، اي دايره بروتكشن حمايه، ان انا مش عايز الكارنت تتغير فجائي. ليه؟ لو الكارنت اتغير فجاه من زيرو مثلا ل 10 امبير ممكن الجهاز ده يتحرق. اما لو بعد مده طويله خلال سلو ريت يعني بعد مده طويله يوصل 10 امبير الجهاز ما يتحركش. في كلا الحالتين الجهاز مش فيه 10 امبير. الفكره ايه؟ انك انت ال 10 امبير اخدهم امتى؟ فجاه صادق تشينج ولا سلو تشينج؟ دي الفكره او بيسموها جراديوال تشينج، تغير تدريجي. فاي سيركت فيها بروتكشن انت عايز تعمل بروتكشن لازم تحط فيها كوين. لطالب ذكي مخه نضيف بيفكر. النمرة غلط يا عماد. لحظة قفل السويتش، لحظة قفل السويتش. الاندكتور بيهيف از اوبن سيركت او شورت سيركت؟ اوبن سيركت. اول ما ادفانس السويتش الاندكتور بيهيف از شورت سيركت او اوبن سيركت؟ شورت سيركت. شورت سيركت عشان التيار يبقى بزيرو. شورت سيركت شورت مقفوله ولا مفتوحه؟ ما هي بيبتدي من الزيرو، معنى كده ان هو كده شورت سيركت ينفع يجي ليه يا عم فينا فوقين. ركز معايا، ركز معايا كده ده هو صعب. تعالوا نفهم السيركت. ركز معايا، أول ما قفلت السويتش لحظة قفل السويتش أنا عندي تي إيكوال زيرو بوزيتيف. زيرو بوزيتيف يعني جاست أفتر كلوزينج ذا سويتش. لحظة ما قفلت السويتش الاندكتور بيهيف از اوبن سيركت، يعني ممكن تشيله وتحط مكانه ايه؟ اوبن سيركت. كده الكاونت بكام؟ زيرو. عشان كده الكاونت زيرو. هو قال ايه اسمه؟ دي كمان جزء كان بقى فيزيائي. هو ايه اللي يخلي الكاونت بزيرو لحظه قفل السويتش؟ يا سلام عليك، عندنا طالب متميز مخه نضيف بيفكر اهو. أول ما قفلت السويتش الكرنت عايز يزيد من زيرو إلى إي أوفر آر اللي هي بنسميها أي نوت. خلاص؟ في اللحظة دي في الفترة دي الفترة الزمنية دي اللي هي من زيرو عشان يوصل إي أوفر آر هيتولد انديوز إي إف إف أكوردنج تو فاردين لينز لو. فاردين لينز لو بيقول لك إيه؟ إمتى بيتولد إي إف إف؟ لما الفلكس عايز يزيد أو يقل ولما الكرنت عايز يزيد ولا يقل. دلوقتي قبل ما اقفل السويتش الكرنت بكام؟ بزيرو. اول ما قفلت السويتش الكرنت عايز يزيد من زيرو الى اي نوت. هل الكوين هسيبه؟ لا، الكوين يمنع تغير كرنت فجائي. بمعنى الكرنت عايز يزيد يقوم عامل ايه؟ يقلله. يتولد انديوز اي ام اف لو جبت منها 12 فولت مثلا هيتولد اي ام اف هنا بالظبط 12 فولت. هنا زائد 12 وهنا زائد 12.
Muscle bulk. The count of care is zero. The count is zero. مع مرور الزمن اللي يحصل اللي اليوز بوك مش يحصل له يزيد ولا يقل؟ يقل يعني الكاونت يبدا يزيد في اللحظه دي اليوز بوك مثلا بكام؟ بزيرو يبقى افتر لونج تايم افتر لونج تايم الكوين بيهيف از شورت سيركت ولا اوبن سيركت؟ شورت سيركت عرفت الكلام ده فين؟ بعد مده كبيره 3 4 ساعات خلاص؟ الكوين ده بيبقى سلكاي شورت سلكاي كده كاونت كام؟ كده اي دي كام؟ يبقى تحسين الكوين امتى بيبان؟ لحظه قفل او فتح سويتش اما بعد مده طويله وجود الكوين في السيرفنج مالوش اي لازمه تاني بعد لونج تايم وجود الكوين بيتعامل معاه كام لو كان شورت سيرفنج امتى تحذير الكوين يبان لحظه قفل او فتح السويتش؟ لا ادي الاسئله معلش عشان الموضوع صعب شويه. انا بحاول بعيد كل مره. اوكي؟ انا عارف الموضوع صعب كنت من بدايه الحضره صعبه مش سهله. تاني وجود تحذير الكوين في الدايره بيبان لحظه قفل او فتح السويتش. اول ما تفتح السويتش الدكتور بيهيف از اوبن سيركت. يعني الكارت كام؟ بزيرو. بعد مده طويله يبدا الكارت يزيد لغايه ما يوصل للماكسيموم بعد لونج تايم ساعتها الدكتور بيبقى شورت سيركت يبقى لحظه قفل السويتش الكوين بيبقى اوبن سيركت ولحظه فوق لونج تايم الكوين بيبقى شورت سيركت تعال ناخد اكزامبل على الكلام اللي انا بقوله اهم حاجه هي معظم مسائل الشيل على الكلام اللي انا بقوله وبعد كده نكمل في الشرح ده تعال ناخد اكزامبل بقى على ار1 اي 1 عند 0 بكام؟ اي اوفر
palma. E uma palma. Vai, tá, aquele veio, vá, de long time, a fat long time. F, T, igual ao texto inferno. Mas não está ruído. Assim eu quero hop para quem vem. Short circuit. Short circuit. I went again. Ia Allah. Volta a Allah again. Allah Batai. Jaga. Volta. Ala resistance. Iba I went again. I. Uma Allah. O I do again. Ala R1 plus R2. I do. على ار اكويفالنت هي ايه علاقه بين ار 1 وار 2 بارلل وايش الحاجه لو انا ار 2 رسمتها هنا ايش الحاجه صح ولا ما اتحرك يبقى بتنزل ايه بارلل يبقى الفولت على ار 2 هو مين هو فولت الايه البطاريه يبقى اي 2 بكام اي على بلاحظ ايه؟ ان اي واحد ما تغيرش. اي واحد عند زيرو هو نفسه اي واحد عند انفينيتي. ليه الكارنت ده ما تغيرش؟ لان ده كارنت بيمشيش من دكتور. مين الكارنت اللي بيتغير؟ هو الكارنت اللي بيمشي في الكويل. الكارنت اللي بيمشي في الكويل لو اي اتنين عند زيرو وصلت كام زيرو. بعد مده طويله وصل للقيمه اللي كان عايز يوصلها اللي هي ايكو بار 2. اما اي واحد في الحالتين ما تغيرش عشان ده كارنت مش ماشي في الكونتاكتور لما ده كارنت ماشي في ريزيستنس يعني اول ما ادخل السويتش هيوصل للكارنت هيوصل للفاليو اللي عايز يوصل له عشان كده اي اي 1 عند زيرو بوزيتيف هو نفسه اي 1 عند انفينيتي فهناخد اكزامبل تاني ده لو مش عندي كتير هتفهم هتفهم يعني يبقى الكارت مساوي ايه اوفر
18 فوق القاضي 9 يبقى اي نوت عند 0 بوزيتيف ايكوال 18 فوق 9 يعني 2 امبير. طيب افتر لونج تايم واحد تاني بس انت افتر لونج تايم هيطلع الكارت بكام؟ كل دول باراليل 6 امبير فيري جود. بعد مده طويله اشيل الكوين واحط مكانه ايه؟ شوت سيرك. هيبقى الثلاثة دول مالهم؟ فارلي فارلي 9 9 و 9 الكوب بتاعهم كام؟ 3 3 هيبقى الكارنت اي نوت عند انفينيتي ايكوال 18 اوفر 3 يعني 6 واحدة ثانية عايز ان هو عايزها في وقت متوسط مش عايزها في وقت كبير في وقت قليل. الحل هو في حاله ان احنا مش عايزينها في وقت كبير دلوقتي قوي مش عايز هو التايم عايز مثلا تعرف فتره افريقيا من بين الاثنين من القانون اللي هو كان بيثبته بيه هو ده يعني هو دلوقتي عايز يعرف بس يحسب التايم عند نيو تايم الكرنت عند نيو تايم وعند التايم ايكوال انفينكس فبنستخدم كده ده القانون اللي بيحسب بيتكلم دلوقتي عن الخطين النقطه اللي بتساوي عشان بس ابقى عارف دول بقى عايز نعمل مصير طويل بس الدول دي بيوصل للدور الثاني بيبقى تايم انفينيتي ينعاد يتحسب يبقى يعتبر ما بقاش فيه بقى ده لو عايز خلاص بالنسبه كده ده الحل اللي هو خطه الخطين ريليشن للكيوز عارف ان هو ممكن يبقى طيب افضل
After time, 10. And مرور 7, 10. كم دخلت؟ كم رقم؟ هدول بيساوي ايه؟ ال R. يعني لو ال 1 وال R مثلا 2.5 يبقى تاو 2. فال تاو ده رقم ثابت. السؤال اللي انا بساله بعد مرور 7 تاو قيمة الكارد اللي ماشي في الكوين بكام؟ هشيل فيه واحط تاو. يبقى الاكسبوننشال ده بكام؟ نيجاتيف 1. يبقى ال R بتساوي I نوت 1 minus e to the power negative 1. بالكالكوليتر e to the power negative 1 بكام؟ 0.37. بالكالكوليتر ده equal 0.37 يساوي 30%. 1 minus 0.37 0.63. يبقى R بيساوي 0.63 I نوت. ايه معنى الكلام ده؟ ده after time tell الكارد passing through الدكتور is equal to 63% from its maximum value. الكارد اللي ماشي الكارد اللي ماشي في الكوين بعد مرور زمن تاو بيساوي 63% من الماكسيموم اللي عايز يوصل له من اقصى قيمه للكارد. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ لانه هو قالوا كده يعني خلاص بعد مرور 3 تاو مش تاو هنستنى تاو وتاو وتاو 3 تاو هنقول خلاص ان الكارد وصل للماكسيموم. تاو ده بيبقى اخر صغير 2 سكند 5 سكند يعني 3 تاو يعني كام 15 ثانيه هنقول تقريبا ان الكارد وصل ل 0.59 ده نتيجه الكلام يعني خلاص يبقى كده وصل للماكسيموم. يعني بعد مرور تاو ده بس كلامك ان انت بتحطه في صفر الجواب ده كام؟ 2.63 لا مش كونس 63% من القيمه اللي عايز يوصل لها. لا ده كان الجزء ده كان الجزء الاول من التوبيك الاولاني اللي انا عايز اقوله. الجزء الثاني من الفيرست توبيك مش على الجزء الثاني اللي هو ايه؟ الديكي سيبك من التاو دلوقتي انا ما بحبش اتكلم انا بحب اشرح بالراحه. فالنوع التركيب اللي باقي نص ساعه واللي باقي كتير اللي باقي كتير قليل والله انا ممكن اخليه قليل ونرجع الباقي؟ لا ونرجع الباقي. طيب بلاش من كده كابتن لازم الاقيه. اللحظه الثانيه نمبر بي ديكي فاكرين دايره؟ لما انا حطيت السويتش على البوزيشن ايه وصلت البطاريه مع الريزيستور مع الكويل. لو انا حطيت السويتش عند بوزيشن بي ايه اللي يحصل؟ لما احط السويتش عند بوزيشن بي تبتدي تسميها دي كي. دي كي يعني السويتش ات بوزيشن بي. يبقى انا فصلت البطاريه عندي كويل وعندي ريزيستور وعايز اشوف الكاونت كام. المنطقي اللي الكارت كام؟ ده هو خالص؟ الدايرة الأساسية اللي أنا رسمتها دي الدايرة الأساسية. أنا وصلت في الأول السويتش أد بوزيشن ايه؟ شفت الوجود؟ حاطط ده جنب ده ليه؟ ربنا حرام عليك ياكله. شفت الوجود الكاين في الدايره بيمنع تغير كارد فجائي، الكارد مثلا عايز يوصل ل 5 امبير. لو انت حاطط كاين في الدايره هيوصل ل 5 امبير بس مش فجاه، هيقعد مده طويله عشان يوصل لل 5 امبير بتوعه. طيب السؤال دلوقتي انا خلاص عايز ادخل السويتش من A الى B. يعني انا عايز افصل البطاريه. لو مفيش كويل ايه اللي يحصل؟ الكارد هيقل فجأة من اي نوت الى زيرو. صادر تشينج من 5 امبير لزيرو. اول ما افصل البطاريه الكارد كام؟ زيرو. حد عنده شك في الموضوع ده؟ وجود الكويل يمنع ايه؟ تعالى نشوف. انا عايز افصل الدايره بعد ما نقلت السويتش من A الى B. بعد ما نقلت السويتش من A الى B يعني انت فصلت الايه؟ البطاريه.
بعد الزرق بتاعك هذا جيم اول فانكشن في التايم يا جماعه الصوت يا جماعه الصوت بس هو مفيش صوت اجيب انا عايز اوصل ليه عايز اجيب اول فانكشن في التايم تعال نشوف نرجع للاثبات اللي انا عملته نفس الستبس بالظبط اول معادله كنت كتبتها ايه جيم يساوي في ار اللي هو اي في ار زائد ام دي ار باي دي تي دي اول معادله كده دي اول معادله يا جدعان دلوقتي البطاريه بكام؟ زيرو شيل البطاريه حط مكانها ايه؟ زيرو واعيد نفس الستبس نفس الستبس كان ايه؟ ده وديته ناحيه دي ده زي ما هو ده يروح ناحيه دي يبقى نيجاتيف دي ار باي دي تي ايكوال ار اوفر ال في الار صح كده؟ بعد كده اعمل ايه؟ فصل المتغيرات اجيب هتبقى نيجاتيف هتبقى دي اي على اي ايكوال نيجاتيف ار اوفر ال دي تي اه ده اسهل بكتير يعني بعد كده اعمل ايه؟ انتجريشن انا خلاص وصلت الكلام عن التايم فانتجريت بوث سايد دلوقتي بقى ركز معايا في الليمتس عندي دي ايكوال زيرو لحظه ما نقلت السويتش من بوزيشن A الى بوزيشن B الكلام كان بكام؟ اي نوت اي نوت خلاص ما وصل للماكسيموم خلاص انا ما بقولش السويتش غير لما بيحصل ستيت 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 يعني الكلام بيوصل لاقصى قيمه اللي هي اي نوت يعني بيفور كلوزنج او بيفور ان انا احاول اقفل السويتش من A الى B كان الكلام بيوصل لكام؟ اي نوت يبقى الكلام اي نوت بعد كده افتر تايم دي عايز اجيب الكلام يبقى الليمتس فيها معنى انا ما بحطش اي حاجه وبس الليمتس لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه الليمتس هنا والريسبكت تو تايم والليمتس هنا والريسبكت تو كارد نعمل انتجريشن طبعا انتجريشن ده سهل عشان نكمل هنا وصل التيار الى قيمة نعم طيب اصلا اختصر تبقى ايه اي تبقى اي نوت زائد اي اوفر اي نوت ايكوال ماينس اي نوت ار اوفر ال دي هو اصلا عندي ايه بعد كده بنعمل ايه؟ اكسبونشال واحنا قلنا ال على الار نسميها تاو هيطلع ان الاي تساوي اي نوت اكسبونشال ماينس دي اوفر بمعنى عشان نفهم المعادلة لازم نرسمها عشان نفهم الإيكويشن لازم نرسمها بمجرد النظرة كده لا مش الدرجات عشان أفهم أرسم تعالوا نرسم الإيكويشن دي بس وصل لجاي صحيح يا ريت كمان كلام تعالوا نرسم هنا خلاص إثباتها خلاص كلها إثباتها خلاص مش هو بيقول الدرجات سالك سؤال غير حاجه اصلا هو مش ليه بنحسب الحاجه دي اساسا مش طيب ايه لازمته عندي دي ايكوال زيرو، دي ايكوال زيرو كام؟ 1 على الاي بكام؟ اي نوت. بعد كده بعد مرور زمن كبير لونج تايم انفينيتي دي تو ذا باور نيجاتيف انفينيتي بكام؟ زيرو. زيرو. ده عشان كده دي بيسموها دي كي. هو ايه اللي نفهمه من السيركل دي؟ ركز بقى معايا قوي قوي انا بقى بركز على جزء الفيزيكس هنجوز الماس ما بحبوش بركز على جزء الفيزكس قبل ما ادخل السويتش سوري قبل ما ادخل السويتش من A الى B الكاونت بكام؟ اي نوت اي نوت قبل ما ادخل السويتش من A الى B خلاص كان وصل للستيت ستيت اي نوت اول ما نقلت السويتش من A الى B
ما فيش كوين كان الكام فرصه كام؟ زيرو. كان يحصل صدر اكسشينج من اي نوت الى زيرو. المعمول الاخضر ده في عدم وجود كوين يعني بطاريه وريزيستنس. كان الكام اي نوت اول ما شلت البطاريه كان ينط كام؟ من اي نوت الى زيرو صدر اكسشينج. وجود الكوين في الدايره يمنع تغير الكرنت نهائي. يمنع تغير الكرنت صدري. يبقى الكرنت لما كان السويتش عند بوزيشن ايه؟ الكرنت بكام؟ باي نوت. واول ما لقيته عند بوزيشن بي فضل الكرنت بكام؟ باي نوت. بعد كده مع مرور الزمن اللي يسهل الكرنت جدا لغايه ما يوصل لزيرو. بوجود الكوين في الدايره ما غيرش الفاينل فاليو. في كده الحالتين الكارت عايز يوصل لايه؟ لزيرو. خلاص؟ اما وجود الكوين في الدايره خلى في فتره زمنيه عشان ينتقل من الاي نوت الى الزيرو. ودي دايما بتستخدم في اي بروتكشن سيركت. اي دايره مش عايز الكارت تتغير فجاه عشان تغير الكارت فجاي هو اللي بيحرق الاجهزه. عشان كده دايما بقول لك ايه؟ لما الكهرباء بتقطع ولا تفصل ايه؟ تفصل الثلاجه ولا الغساله ولا التلفزيون. ليه؟ عشان لما يجي حاجه اول ما الكهرباء بتيجي الشوط العالي ده صادر اكسشينج الكارنت بتيجي في وقت قصير ده بيسموه صادر اكسشينج او شوط ده اللي بيحرق الاجهزه. خلاص؟ فهي المشكله عندي ان الكارنت بيتغير في الجاي. معايا يا جماعه؟ بوجود الكوين ما غيرش الاي نوت ما غيرش قيمه الكارنت. لما كل اللي عمله منع تغير الكرم فجائي. طيب تعال نشوف تايم تاو بعد مرور زمن تاو. باشمهندسين الصوت بعد تغير بعد مرور زمن تاو في حاله الديكيه قيمه الكرم اللي ماشيه في الكوين بكام؟ اشيل دي واحط تاو. يبقى افتر تايم تاو افتر تايم تاو هيبقى اي ايكوال اي نوت اكسبونشال ماينس 1 يعني 4.37 اللي كنا بنعوض فيه في المعمل. ايه معنى الكلام ده؟ ان بعد مرور زمن تاو قيمه الكرنت اللي ماشيه في الكوين دلوقتي وصلت ل 37% من القيمه الابتدائيه من الانيشال فاليو من الاي نوت. يعني لو الكاونت الاول كان 100 امبير بعد مرور الزمن تاو بقى كام؟ 37 امبير. لما كنت بتيجي تقطع افضل تايم تاو تيجي تقطع عند 2.37 تاو 2.37 من الاي نوت اللي هو هيسالك في المعمل ليه؟ صعب يا رب. السؤال بيتفاقم ازاي؟ دلوقتي الدايره دي ما فيهاش بطاريه. الكارنت جيب من التغير بتاع الفلكس. يبقى في الفترة دي الكوين بيهيف از اكتف اليمنت انه بيطلع كارنت. يعني الكوين ده في اللحظة دي اللي هي عن الزيرو لغاية الفترة دي او اي ثلاثة ثانية يعني تقريبا في الفترة دي الكوين بيهيف از باتري. معايا ورا؟ في الفترة دي الكوين بيهيف از باتري. السؤال اللي بيطرح نفسه يبقى هو كان جواه عشان يطلع كرم يبقى هو جواه انرجي صح ولا لا؟ ايه نوع الانرجي اللي جوه الكوين؟ سيلف انرجي. عايزين نجاوب على السؤال دي. دي اخر رساله نجاوب عليها. ايه نوع الانرجي اللي جوه الكوين اللي خليته اول ما فصلت البطاريه بدا يطلع كرم في نفسه؟ ده يفكرنا بايه؟ سيلف انرجي. الكباستر. الكباستر مش برضه ستورد الكتريكال انرجي؟ ان الكباستر ده اول ما بفصل البطاريه واوصله بريزيستنس يبدا يعمل ايه؟ ديستشارج. بس في فرق اساسي بين الكباستر وبين الاندكتور. ايه الفرق؟ ان في حاله الكباستر اتجاه الكرنت بيتعكس. اتجاه التشارج كرنت عكس اتجاه الديسشارجنج كرنت. فحتى الكوين لو خدت بالكم ان الكرنت اتجاهه ما اتغيرش. قبل نفس السويتش لما كان السويتش عند بوزيشن ايه؟ مش كانت اتجاه الكرنت كلوك وايز؟ صح ولا لا؟ ارجع للرسمه مش كانت كلوك
كويس بعد ما فات السويتش هل الكارت تتعكس؟ لا الكارت ستيل بلو كويس يبقى ده الفرق بين الكباستو والكويل الفرق الاولاني زي ما قالت الباشمهندسه في الكباستو ستورد الكتريكال انرجي ستورد تشارجز فيلد والكلام ده الكويل ستورد ماجنتيك انرجي عايزين نجاوب على السؤال ليه الكارت اتجاهه ما اتعكسش بس قبل ما نجاوب على السؤال ده عايزين نحسب الماجنتيك انرجي ستورد في الضغط يبقى الضغط احد الفانكشن بالنسبه له اللي هو ستورد باك انرجي الكباستور بيخزن الكتريكال انرجي الاندكتور بيخزن ماجنتيك انرجي ما هي قيمه الماجنتيك انرجي ستورد جوه الكباستور ده السؤال عايزين نجاوب عليه دلوقتي والسؤال الثاني ليه اتجاه الكارت ما اتعكسش مع انه بيتعكس في حاله الكباستور تظلموني بقى بس ايوه يا ريت ريح شويه اخر توبيك عندنا هو الماجنتيك انرجي ستور الاندكتور الانرجي ستورد في الكباستور عشان نعمل كومباريزون الانرجي ستورد في الكباستور هل فاكر الجاب
Thank you.
مين؟ يا راجل دي البطاريه فين؟ وتعالوا في المجازة احنا بنشحن الكوين. اول ما انت تمشي الكرة تتوجه جوه الكوين ماجنتيك فيلد اتجاه ازاي؟ اتجاه ماجنتيك فيلد بلف ايدي اليمين مع اتجاه الكرة هذا فيلد. لا عكس عكس كده هو عمل كده وبعد كده كده عمل كده بس ناحيه ثانيه صح؟ انا اتكلم براحتك عشان انت صاحب ايش بقول لك انا عملت عليه يعني بس ركز معايا ممكن الصوت ركز معايا اصل حاجه في البيسك ده بس انا ده مش اسلوبي اقعد ساكت شويه لو كان مش في الاتجاه ده يعمل ماجنتيك فيلد في الاتجاه ده العمليه دي ريفرسبل يعني ايه ريفرسبل؟ انا لما بفصل البطاريه خلاص افصل البطاريه جوه البطن في ايه؟ في ماجنتيك فيلد في الاتجاه ده يطلع كارنت في نفس الاتجاه هنا الكارنت ما بيتعكسش فهات الكباستور اللي خلى الكارنت تتعكس البولانكي زي الكلاس الكارنت خرج من بوست الكون فخلى الكارنت يتعكس اما هنا لا اتجاه الماجنتيك فيلد هو واحد يعني الكارنت لو مش الكارنت مثلا زي الكلوكوايز يعمل ماجنتيك فيلد في الاتجاه ده العمليه دي ريفرسال يعني لو في عندك ماجنتيك فيلد في الاتجاه ده يمشي الكارنت في نفس الايه؟ في الاتجاه عشان كده الكلام ما اتعكسش. دي طريقة شرح. دي اللي انا بحبها بصراحة. الطريقة الثانية أول ما اقفل السويتش هو الكلام كان ماشي إزاي؟ كان كده. الكلام في الاتجاه ده كلوك وايز. أول ما اقفل السويتش الكلام عايز يوصل لكام؟ لزيرو، عايز يقل من أي نوت إلى زيرو. أكوردنج للينز لو. هل وجود الكوين يسمح إن الكلام يقل؟ يقوم عايز يزوده. عشان الكوين يزود الكارت يطلع كارت في نفس الاتجاه ولا عكسه؟ في نفس الاتجاه عشان كده الكارت اتجاهه ما بيتغيرش زي حاجه صغيره حاجه صغيره كده ليه ما بيتغيرش ما بس هي اسمع كده تحب تقرا من الكتاب؟ اه ايوه انا الاسم اللي بيطلع عن الفيلم ده كده فجريت الحته في الدرس بتاخدك ولا لا؟ هو ايه اللي هو في دقيقة واحدة وفاصل فيها عشان خلاص في دقيقة واحدة لو رجعت لقانون الانرجي يو بتساوي هاف ال اي سكوير يعني الانرجي بتعتمد على ال والال بيعتمد على جيومتري يبقى كل ما الجيومتري تتغير كل ما الانرجي بايه؟ تتغير. انا عايز اعتبر قانون للانرجي لا يعتمد على شكل الكوين. ده اللي بنسميه الانرجي دنسيتي. خدنا حاجه زي كده في الترم اللي فات فاكرينها؟ اللي هي كانت الكتريكال انرجي دنسيتي. اللي هي التوتال انرجي على التوتال فوليوم. كنا حسبناها في الكباستور في حاله الكارنس بين الكباستور. وقلت لكم يا جماعه صوت انا ما اشرح كده. كنا حسبنا الانرجي دينستي للبارل بين كباستر وقلت لكم احسبوها للسفيريكال كباستر لازم تطلع نفس القانون لان الانرجي دينستي لا تعتمد على شكل الكباستر. نفس الكلام هقوله دلوقتي انا هحسب الانرجي دينستي للسولويد وانت احسبها لاي حاجه لازم تطلع نفس القانون لان الانرجي دينستي لا تعتمد على شكل الكوين. السيلف كوندكتنس بتاع السولويد كنا حسبناها المره اللي فاتت كان بكام؟ خلي بالك بيروح تقريبا ان سكوير اي اوفر ان صحيح ولا شو؟ ده السيلف كوندكتنس بتاع السولويد مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طيب والار احنا عارفين البي بتاع السولويد بيروح ان ار اوفر ان ده قانون ماجنتيك فيلد بتاع السولويد وده سلف كوندكتر بتاع السولويد هات لي الكارنت في طرف يبقى الاي
هيساوي بي في ال مقابل نوت في ال. عوض بال ال وعوض بال ار. دي بقى الثالثة بتساوي. سوري. ده المجنون فين في السولاي. الار جبت الار خلاص. عشان اشيل الار واحط الكلام ده واشيل ال واحط الكلام ده. ده بيساوي ها ميو نوت ان سكوير ايه اوفر ان الار تربيع تبقى بي تربيع ال تربيع على ميو نوت تربيع ان تربيع. صح كده؟ مش واصلين الصوت؟ مش واصلين الصوت؟ ال ان هيروح مع ال ان وال ان هيروح مع السكوير والبي نوت هيروح مع السكوير. اف ان اللي هو مين؟ فوليوم. اف ان فوليوم الانرجي دنسيتي اللي هي التوتال انرجي على التوتال فوليوم. الايو على ايه؟ ال اللي هي الفوليوم دي بتساوي ها اللي باقي بي سكوير اوفر بي نوت دي اللي بنسميها الانرجي دنسيتي. اجين ما هي لازمه الانرجي دنسيتي؟ الانرجي دنسيتي وحدتها جول على المتر المكعب، يعني كميه الطاقه الانرجي دول بير يونت فوليوم. ميزتها انها لا تعتمد على شكل الضغط، هل هو سولاي؟ هل هو كراستر كيبل؟ هل هو اي شكل؟ هل هو تروي؟ لا تعتمد على شكل الضغط. بدليل عشان تحس بيها خد اي شكل من اشكال الدكتور احسب الانرجي دنسيتي لازم تطلع هاف بي سكوير اوفر بي نوت. انا اساسا لسه باقي دقيقتين بس كفايه عليك دقيقتين.